بخصوص موضوع المطالبات في قضاء الدور، طبعا قضاء الدور من الأقضية المنكوبة في المحافظة، والتي حدث ما حدث عليها في العمليات العسكرية والعمليات من قبل داعش، فكان الضرر الكبير على منطقة قضاء الدور، وتفجر منها كثير من البيوت وحرق ما حرق منها. وعند رجوع أهل المدينة طبعا يطالبون ويناشدون المرجعيات ومجلس الوزراء والمحافظة بالانتباه إلى هذا القضاء. طبعا هذا القضاء أدى يعني نسبة الدمار، نسبة الدمار حقيقة كبيرة جدا، وكان يفترض أنه على النواب أن يطالبون أنه الدور فعلا منطقة منكوبة. طبعا لحد الآن عندنا عوائل خارج القضاء ما تقدر تجي ولا تقدر ترجع، عددها كبير والبيوت مالتها ولحد الآن ما حصلوا أي شيء، فنطالب من عندهم أنه تكون التخصيصات سريعة، وحقيقة أضرار كبيرة وقعت عليهم. أنجزنا المعاملات، ولكن يعني نلاحظ أنه أكو أقضية حقيقة مو الضرر اللي صار عليها مثل قضاء الدور، ولكن دا يقولون دا حصلون التعويضات، وإحنا لحد الآن يومية باكر وعقبة وهالأسبوع وراح تجي 50 اسم وكذا، ولحد الآن أي شخص ما استلم أي تعويض في قضاء الدور. أن مدينتنا مدينة الدور قد أصيبت بنكبة بأكثر من 1229 دار بين المحروق والمهدوم، كذلك المحلات التجارية على الشارع العام وكذا، باللي أبلغت مجلس البرلمان أقر بتعويض المدن المحررة والمدن المنكوبة، ولكن لحد الآن بقيت الدور المهدمة وبدون أي تعويض، وأجريت معاملات لغرض التعويض للدور المهدمة، ولكن هذه المعاملات أخذت إلى المحافظة وأخذت تسلسل حاسبة في الحساب، ولن يعوض أي أحد من مدينة الدور. فنطالب بتعويضات البيوت المدمرة والبيوت المهدمة والمحروقة لغرض إعادة بنائها في المدينة.